شوف 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 يقولون 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 انها افضل واحدة في العالم كله. انا هذا اللي اشوفه صراحة. هذا لا 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 استعزل حقت بي كي. انا جاي ايه مشي حقت بي كي. حلو. لعل هذه تشفي غليلي. لعلها لعلها. اسمع اسمع والله والله نبي تقييم صدق. والله حسك اسمع نبي تقييم صدق. اسمع اسمع ما امزح. خلاص شو قال دم وش حقتك؟ وش قال؟ كم حسابنا؟ لا 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 اصبر اصبر شوف الحين نبي وش نسوي؟ ناخذ لنا واحدة منها ونجرب ونقول الصدق. انا راضي والله راضي لو تقول لي يا عبد الرحمن حقتك اشين. إيه؟ والله راضي خلاص. والله اني راضي والله. طبعا هذه مشهوره بشكل مو طبيعي سامسيان في تركيا. اسمع خاصه هنا ما شاء الله تبارك الله. وصلت 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 لك انت. والله شكلها شكلها أقول شكلها والله حمس يا ولد. تركيش تركيش فورمي. خدت معها قهوة تركية. السلام. يكفي. إيش كفي؟ يكفي عشان تجرب يلا. خد كله شوكولات. يلا يلا انا واضح اني خايف صح؟ واضح اني خايف. ها حلو بس فيها طعم كبير. واضح 100% كيري. الصدق والله ما عجبتني ابدا ابدا ما عجبتني. مو انا بس انا ونواف ويوسف كل الشباب اللي معنا ما عجبتهم ابدا. يعني المدح صاير عليها اكثر صراحه. الشوكولات حقهم حلو الشوكولات حلو بس معليش يعني صراحه. وترى كثير في التعليقات الان شفتهم يقولون لا والله مي بحلوة جربناها مي بحلوة طعمها طعم زبدة صدق ما فيها طعم صراحة. واللي يوضح لي أكثر ما فيها طعم معناته أنها مسوية أو متصلحة من فترة من يومين أو ثلاثة. هذا الشيء اللي يوضح لي أكثر.